أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. من صحيفة المدى نقرأ منها تقريرا بعنوان الريال الإيراني بدل الدولار، إلى من تعود فائدة تمويل التجارة بين بغداد وطهران؟ إذ بدأ العراق مشروع استيراد البضائع الإيرانية بعملة الريال بدلا من الدولار الأمريكي، إذ عد هذه الخطوة بالمهمة وستسهم بزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي. وبحسب خبراء فإن ذلك سيضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية شراء التجار العراقيين للعملة الإيرانية، لأن ذلك يتطلب إما استخدام الدولار الأمريكي أو استخدام الدينار العراقي الذي سيرجع مرة أخرى إلى العراق لغرض استبداله بالدولار، نظرا للحجم المتواضع جدا من الصادرات العراقية إلى إيران. نتابع. حجم التجارة بين العراق وإيران يصل إلى 10 مليارات دولار في السنة الواحدة، ويتم تقسيمها إلى 95% لصالح البضائع والسلع والخدمات الإيرانية و5% لصالح الصادرات العراقية، فضلا عن مبالغ موازية لحجم هذه التجارة يدفعها العراق للجانب الإيراني مقابل استيراد الغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. يشار إلى أن البنك المركزي الإيراني أكد البدء بمشروع تسوية صادرات بلاده إلى الخارج بالعملة الوطنية الريال، كما أن موضوع تسوية الصادرات الإيرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة، وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان، فضلاً عن أن لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي، وعملياً قد بدأ مصرفان بهذا المشروع، وقريباً سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد. ويرى مختصون أن المضي في تطبيق قرار تمويل التجارة بين البلدين بالعملة الإيرانية من شأنه أن يعود بالفائدة على الريال الإيراني دون العراقي، وذلك بسبب الحجم المتواضع جدا من الصادرات العراقية إلى إيران. إلى موقع ألترا عراق ونقرأ منها تقريرا بعنوان ترهيب بلا رصاص، حصيلة الانتهاكات بحق الصحفيين في العراق خلال العام 2023. ارتفعت الانتهاكات الموثقة بحق الصحفيين في العراق إلى 256 حالة وفق التقرير السنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، من بينها إصابات واعتقالات وتهديد، فضلا عن عرقلة العمل الصحفي والدعاوى القضائية. وقالت الجمعية في تقريرها إن هذا العام شهد اتجاهات متزايدة وملتوية لقمع الصحفيين وترهيبهم والتعرض لهم بشكل شبه يومي. وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 256 حالة انتهاك بحق الصحفيين، وأشرت إلى اتباع منهجية ترهيب جديدة تتمثل بالحجب والدعاوى القضائية. نتابع. هذا العام شهد أيضا تجريم صحفيين يعملون على كشف ملفات الفساد أو يطرحون قضايا حساسة للنقاش العام، على الرغم من إطلاق رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني وعودا بحماية العاملين في الإعلام. وأيضا ترتب على ذلك مخالفات لما وقعت عليه الحكومات العراقية المتلاحقة منذ عقدين من مواثيق دولية لحماية حرية الصحافة. ويرصد التقرير 256 حالة انتهاك موثقة توزعت بين اعتقال واحتجاز، تهديد، مداهمة أو اقتحام أو هجوم مسلح ضد منازل الصحفيين ومقار وسائل الإعلام، إصابات واعتداءات بالضرب ومنع أو عرقلة العمل ورفع دعاوى قضائية. أما على صعيد المحافظات فقد جاءت العاصمة بغداد أولاً ب50 حالة انتهاك، ثم أربيل ب47 والبصرة ب45، فيما سجلت كركوك 29 حالة والموصل 17 انتهاكا. من موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان كشف حساب 90 يوما من العدوان على غزة للكاتب شريف أيمن. نتابع. لم تسقط دولة الاحتلال الصهيوني فقط يوم ضربة القرن في 7 من تشرين الأول أكتوبر، لكن سقطت جميع الأنظمة الإقليمية وبالطبع الدولية، ورغم اقتراب العدوان من حاجز 3 أشهر فإن الفارس الوحيد هو الشعب الفلسطيني، وفي القلب منه مقاومته الصلبة الشرسة
أمام العدو وأيضا الحركات المقاومة المنخرطة في المواجهة. نتابع. رغم قبح المشهد كان المعبر مفتوحا للجرحى جراء العدوان، ولم تكن هناك قوائم تعرض على الاحتلال للموافقة عليها أولا، بل كان يدخل مقاتلو المقاومة للعلاج أيضا، كما كانت المساعدات تتدفق دون انقطاع على القطاع. ولم نجد وقتها كلمة عن منع إسرائيل دخول المساعدات كما يفعل النظام الحالي، وكان مبارك يسمح بالتظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية خاصة في الجامعات، وتزداد الحركة في الأنفاق وفوقها لإدخال حاجات الناس هناك. لن ننخدع بمسرحيات المعارك الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة المنشأة للكيان الغاصب، ولا بالمساعدات الرمزية، ولا بالمستشفيات الميدانية المحدودة، ولا بمحطات تحلية المياه ذات الضخ المنخفض الكثافة، ولا باستضافة مئات الجرحى وترك عشرات الآلاف. فكل ذلك يحدث لتخفيف الضغط عن الاحتلال، لا لتخفيف معاناة الفلسطينيين. لقد سقط الجميع في اختبار غزة سقوطا مقرونا بالخزي، ولم ينجو منه إلا الذين صمدوا في أرضهم وهم عزل لإفشال مخططات التهجير. وعن معركة غزة في لاغاي كتب جمال زحالقة مقالا جاء فيه: بعد سلسلة من الجلسات المستعجلة أعلنت إسرائيل أنها تنوي المثول أمام جلسة محكمة العدل الدولية في لاغاي هولندا التي ستعقد الخميس المقبل، تعقد للنظر في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم فيها الدولة الصهيونية بارتكاب جريمة إبادة للشعب الفلسطيني، وتطلب من خلالها اتخاذ قرار مرحلي فوري لوقف الحرب، وهو قرار ملزم يقع ضمن صلاحيات المحكمة وحدها ولا يتطلب بحثا ومصادقة في هيئات الأمم المتحدة كما هي القرارات الاستشارية العادية. ويستدل من مجمل التصريحات والبيانات والرسائل والاجتماعات الرسمية ومن التحليلات المهنية ومن التقارير والأخبار الصحفية أن القيادة الإسرائيلية مهمومة جدا، ولم يسبق أن ساورها مثل هذا القلق من دعوى قدمت ضدها في المحاكم الدولية. الأمر المؤكد هو أنها تدرك حجم الضرر الذي سيلحق بها إن هي خسرت المعركة في لاغاي، وعليه تحضر نفسها لهذه المواجهة. نتابع. لا تستطيع إسرائيل كما فعلت سابقا في حالات مشابهة مقاطعة وتجاهل محكمة العدل الدولية التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها، ولا يمكنها مواجهتها بالادعاءات البارية مثل افتقارها للصلاحيات أو بأنها منحازة سياسيا، خاصة أن المحكمة تتمتع بمكانة دولية وازنة. وتأخذ إسرائيل على محمل الجد خطر اتخاذ قرار احترازي ملزم بوقف الحرب محملاً باثقال تهمة الإبادة الجماعية، وتخشى الدولة الصهيونية من تبعات مثل هذا القرار على مكانتها الدولية وعلى روايتها، ومن إمكانية أن يدفع باتجاه عزلها وجعلها دولة منبوذة. وفي محاولة لمنع إصدار حكم ضدها، بدأت الدولة الصهيونية ترسم خطوات لحماية جرائمها من العدالة الدولية، ومن ضمن ما تخططه أولاً البحث عن شخصية قضائية لها وزنها لضمها كقاض إضافي إلى المحكمة المكونة من 15 قاضياً، ويسمح نظام المحكمة بذلك، كما يحق لجنوب أفريقيا أن تضيف قاضياً من طرفها. نشر موقع نيوزرير الروسي تقريراً تحدث فيه عن الأحداث السياسية المثيرة للاهتمام والحوارات الحتمية بين المعارضين الذين لم يكن من الممكن التوفيق بينهم والانتخابات التي من المزمع تنظيمها هذه السنة. قال الموقع في تقريره: في بداية شهر حزيران يونيو المقبل ستعقد انتخابات للتشكيل الجديد للبرلمان الأوروبي، وقد وصف كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل هذه الانتخابات بأنها مصيرية، معبرا عن قلقه من النجاح المحتمل للمحافظين اليمينيين الذين تطلق عليهم بروكسل لقب الشعبويين. نتابع. إن أي مرشح شعبوي سوف يحظى بالفرصة للتحدث علنا عن مجموعة كاملة من المشاكل التي أصبحت في الوقت الراهن مصدر قلق لأوروبا، مثل التضخم غير المسبوق وارتفاع أسعار الكهرباء ومشكلة الهجرة المتفاقمة للغاية والإنفاق على دعم كييف وصولا إلى فرض ضريبة تضامن خاصة في ألمانيا. ويمكن أن تظهر نتائج التصويت الكثير
بما في ذلك محل الدعاية الروسية وتأثيرها، وإلى أي مدى تدعم أوروبا أفكار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وكيف ينظر السكان إلى الأخبار الكاذبة حول نية روسيا مهاجمة بولندا وألمانيا بعد أوكرانيا. وأشار الموقع إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المنتظر أن يشارك فيها كل من بايدن وترامب، متسائلاً عن إمكانية ظهور منافسين أصغر سناً، وعما إذا كانوا سيستمرون في اتباع السياسة الأمريكية الغريبة في العالم أم سيبدأون بحل مشاكلهم الداخلية. وفي الحقيقة ترتبط الإجابات عن هذه الأسئلة بطبيعة المرشحين الذين يصلون إلى النهائيات. كشفت شركة LG الكورية رسمياً عن أجهزة تلفاز راقية خاصة في عام 2024 من فئة كيوند وكيوند ميني ليد، وتجمع الأجهزة الجديدة بين تقنيات كوانتوم دوت ونانو سيل بالإضافة إلى الإضاءة ميني ليد الخلفية، وهي تعمل مجتمعة على إنتاج ألوان عالية الدقة مع درجات عميقة من اللون الأسود وعرض الصور بجودة عالية وإنتاج المشاهد بطريقة شديدة الواقعية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيانها الصحفي. وتأتي أجهزة LG الجديدة بأحجام مختلفة تتراوح ما بين 43 إلى 98 بوصة، ومن أجل تحقيق درجة عالية من التباين تستخدم أجهزة تلفاز كيوند ميني ليد تقنية التعتيم الفائق الدقة لتحسين عرض التدرجات اللونية والتحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية، كما تعتمد إصدارات كيوند على تقنية مماثلة لضبط التباين مع معدل سطوع استثنائية. وتقدم LG العديد من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها ميزة AI Picture Pro التي تستخدم خوارزميات التعلم العميق للتعرف على الوجوه والأشياء والخلفيات داخل المشهد لتحسين عرضها، وميزة AI Sound Pro التي تنتج صوتا محيطيا افتراضيا من السماعات المدمجة في أجهزة التلفاز. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن إلى الرسوم الكاريكاتورية. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
إلى اللقاء.